واخيرا اجى دورك. يوم إزمرالدا الصبح كانت عم تبكي كثير، كانت عم تفحش بكي، كان وجهها كثير احمر. ليه؟ لانه وعد مبحوح. بعدك مبحوح. طيب ما بديك تخافي، حضرتي حالك، حفظتي اهم شيء انه ما تغلطي بالكلام ولا باللحن، وشدي على صوتك وتوقفي مني وشدي حالك. شو رح نسمع منك؟ رح نسمع أديل Someone Like You. أوكي، وبديك ستاند مثل العادة تعودتي؟ أوكي، تفضل. Happy.
برافو. تقول بس شغلة ان شاء الله عطول بتكوني مفحوحة اذا هيك زقفولة كل العادة ازميرالدا كل مرة يعني في يقول انه هلأ مرق ست مشتركين انت السادسة انت الحدا الوحيد اللي اذا بقلولك الشبيبة انك بدايرة الخطر بيركب مشكل كتير كبير ايش تعمل مشاكل لانه ما رح نقلها شيء انا ما بحب حدا يستفزني انت ما حدا حكي معك اصلا ليش مين اني الشباب اللي بدون يقولوا قالين طبعا بحكي الشباب ما خاصهم هني انا اللي بدي كاميرا من شوف بليز برمصوا بالبيبليك بس تشوفوا شو عم تعمل انا برايي دائرة الخطر ممكن تكون حول الكل الليلة لحديت هلأ إلا أنت أزمرالدا بدي شوف الماما شو رح تقول لا بس بدي ضيف شغلة قبل الماما مش أحسن مرور لأزمرالدا الليلة لأنه في براسك أنه خدوا بعين الاعتبار أنا مريضة خدوا بعين الاعتبار أنه أنا المبحوحة وعم تفكر أنه أقولكم أنا مبحوحة بس مش أحسن مرور لإلك اوكي تنتفق نكون صريحين مع حالنا وصادقين معك ثانك يو نادر ليانا نعم. كيف لقيتي بنتك بالنسبه لإلي بتجنن برافو برافو اتليتشنا لا مينيا سوبر سوبر хорошо لا ثانك يو ثانك يو هاي شو سباسيبا هيدا حطوا عليا توتش هادي ها وفريز بتالنتين